هاد ابو خلال راه تربى في الاربع سنوات الاولى ديالو بمدينه الدار البيضاء بالعائله ديال يما تمو باش تربي على الدين، ثم انتقل الى الديار الهولنديه باش تدرب، وصل وتمت المنادات عليه الفريق الوطني، فهمتيني ولا لا؟ قبل من فريق الوليد الركراكي تمت المنادات عليه. وبالنسبه لبوخلال هو لاعب جيد، اما بالنسبه لهاد الناس اللي تيقولوا بانه متطرف، متطرف شنو معنى متطرف؟ خصو بعد اولا السؤال ما معنى متطرف؟ الموقف ديال اللاعب بوخلال بان لي عادي، تيعبر على رايه، ما بينش شي تطرف اللي بحال اللي تنسمعوا على كل المتطرفين، داكشي عادي. الدين الاسلامي راه عبر على المسائل العاديه، داك المسلم المعتدي عبر على الاسلام ديالو، صافي زعما كنا تنبان انه ما كاين فيه حتى شي مشكل. جميع اللعابه ديال المنتخب المغربي فالاداء ديالهم مشرف، وحتى المعامله ديالهم حسنه، وهذا كيدل على الاستقبال اللي دار لهم صاحب الجلاله. انا كنقول باللي هادو اللي انتقدوه فهما باغيين يضربوا في المصداقيه ديال اللعابه ديال المغاربه، وحتى باغيين يضربوا حتى الشعب المغربي، لانما هاد اللعابه الشعب وراهم كلهم، وحتى جلاله الملك استقبلهم واستقبل حتى ابو خلال، فهذا كيعني ان كاين تناقض عند بعض الجرائد. والجامعه راه دارت واحد البلاغ باللي غادي تتابع كل واحد كيسيل اي لاعب مغربي. هذاك التصرف لا اخلاقيه، تصرف غير لا، كنت اسفو في هذاك الشيء، لان حياته هذيك ودينه، السيد كيصلي دياني، لكن هذاك الموقع بوحده فقط في المغرب اللي هجم زكريا ابو خلال. كنت اسفو هذاك الموقع كيفاش زعما بهذيك الطريقه. مزيان الجامعه ملي دارت هذاك البلاغ على هذاك الموقع، هذاك الشيء راه لا اخلاقيه، خصها تاخذ اجراءات، وخص يقولوا له حتى لي ماس ميديا حتى هي تحرك وتكون شي يقولوا له تبين الحقيقه، ماشي يبقاو يكذبوا على واحد الشخص غير دار واحد لوجيس. ما تنظن انا ما درت حتى شي زوج اللي زعما كان تيبين على التطرف، عبر على الدين ديالو كما كنعبروا حنا جميع المسلمين على الدين ديالنا. فابو خلال سميتو كنشوفوا عليه انسان طيب وشرف البلاد، والبارح شفتو انا في واحد في الدار البيضاء افتتح واحد الملعب اسم الايتام، وحنا كنهنيو على هذا الاداء الجميل، وكنهنيو جميع الشعب المغربي واللعابه، وحنا كنضامنوا مع هذا اللاعب المغربي اللي شرف الدوله المغربيه. خص الجامعه ولا خص سميتو يتبعوا هذا سميتو قضائيا، ولا يعتذر الصحافه ولا مول الموقع، يعتذر لابو خلال ويعتذر للمغاربه.